مرحلة استثنائية تمر بها الكرة المصرية على مستوى الأندية، وذلك بعدما نجح قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بلوغ نهائيات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على الترتيب. واستهل الزمالك مشواره قبل الأهلي بخوض ذهاب نهائي الكونفدرالية الذي خسره بهدفين مقابل هدف، إلا أن فرص الفارس الأبيض لا تزال حاضرة بقوة لحسم الأمور في لقاء الإياب على استاد القاهرة الأحد المقبل أمام أنظار ملايين الجماهير المصرية لحمل اللقب القاري الثاني في تاريخ القلعة البيضاء. بينما الأهلي لا تزال أمامه ضربة البداية أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال السبت المقبل، وتبدو كتيبة السويسري مارسيل كولر مهيئة للتتويج باللقب الثاني عشر، خصوصا وأنها تعيش أفضل الفترات بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية في دوري نايل. وتستعد الفرق المصرية لزيادة حصيلتها من البطولات الأفريقية ل44 لقبا، وربما 45 حال تتويج أي من القطبين بلقب السوبر الأفريقي. تاريخ كبير للفرق المصرية في البطولات الأفريقية، حمل تتويج 4 فرق ب42 لقبا حتى الآن. فمن ينسى الإسماعيلي أول فريق عربي ومصري نجح في التتويج بدوري الأبطال، والمقاولون العرب والذي يمتلك في خزينته 3 ألقاب من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. فيما يعد الأهلي والزمالك أكثر الفرق المصرية تتويجا بالبطولات الأفريقية، حيث يعد النادي الأهلي البطل التاريخي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ب11 لقبا، آخرهم الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، كما يمتلك في رصيده 8 ألقاب من كأس السوبر ولقب وحيد من الكونفدرالية نسخة 2014، فضلا عن 4 ألقاب من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ولقب وحيد لبطولة الأفرو أسيوي. ليصبح الأهلي أكثر الفرق المصرية والأفريقية تتويجا بالبطولات القارية ب25 لقبا، بينما يمتلك الزمالك في رصيده 13 لقبا قاريا بواقع 5 لبطولة دوري الأبطال و4 سوبر أفريقي، فضلا عن لقبين أفرو أسيوي ولقب كونفدرالية ومثله لأبطال الكؤوس. في النهاية تاريخ كبير ومشرف للفرق المصرية في المسابقات الأفريقية بمختلف مسمياتها عبر تاريخها. تترقب 3 ألقاب محتملة دوري الأبطال، الكونفدرالية والسوبر الأفريقي لتزين بهم تاج تربع الفراعنة على عرش القارة السمراء.